عايز برضو اسالك، يمكن انت تدرجت في قطاع الناشئين او المراحل العمريه بنادي الزمالك لحد ما وصلت للفريق الاول، ايه اصعب مرحله قابلتك؟ هي أصعب مرحلة كنت أول بداياتي خالص، ظروفي أصعب من الناس اللي هي بتلعب في ناشئين وأهاليهم موجودين معاهم، يعني بالظبط. بيوفروا لهم حاجات كتير. أنا كنت جاي صغير، فكنت تقريبا أنا اللي بعمل أكل لنفسي، لبسي بغسله، غربة و ومشوار اللي بالظبط أنا ما كنتش عارف لسه الطريق والكلام ده، بالظبط كان لوحدي، فكل حاجة كانت صعبة. يعني أحمد ربنا يبارك فيه يعني، وأقدر أردهم له في أولاده، يعني هو كان متوليني، بس برضه كان أوقات كبيرة هو كان في منتخب وفي نادي ما كانش فاضيلي، فأنا كنت متولي نفسي برضه. كان الموضوع صعب جدا، ودراسة، كنت ساعتها داخل أولى ثانوي ومرحلة الثانوية العامة كلها في تمرين، وكمان دخلت منتخب، كان الموضوع صعب صعب جدا جدا جدا. فأنا أي حد بشوفه من المغتربين موجود بيبقى صعبان عليا، ومتعاطف معاه، ببقى نفسي أساعده يعني.